جارسون تحت امرك يا فندم. هات لي انا كمان قهوه ساده. حاضر. ما رديتش عليا يعني يا مطاوع؟ اديني عنوان اخوك. مش عايزاك تقابله في البيت قدام مراته الحربايه دي واهلها. امال هقابله فين؟ تقابله بالليل في المسرح بعد ما يخلص شغل. ايه في مانع؟ حاضر يا حبيبتي. جارسون. نعم يا فندم. انا كنت طلبت منك قهوه ساده. حصل يا فندم. خليها دوبل. يا ترى انت رحت فين يا غنيم؟ عملت نفسك 70 راجل في بعض وقتلت حمار العمده وساعة الجد هربت وخدت ديلك في سنانك وقلت يا فكيك ولا سألت في حد ولا همك راس اخوك اللي حيروح في طين. ها عندك هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ مرتضى. بس قول على انك مرتضى. واقول ايه؟ مش باين على وشي ان انا مرتضى؟ انت هتعملي فيها الفلاح الفصيح؟ انت جاله. كنت غطسان فين اليومين اللي فاتوا دول؟ ما كنتش غطسان ولا حاجه، ما انا موجود اهو. على يعني الكلام ده؟ دي انت هادي واكل ناسك. جري. كنت فين يعني؟ ارض الله واسعه، هي جريمه ان افك عن نفسي شويه. يعني مش عايز تنطق بالذوق؟ طب ايه قولك بقى اننا هنوديك عند اللي هيخليك تنطق بالعافيه. هتودينا على فين يا غفير الغابر؟ قدامي على فين؟ قدامي على قدامي قدامي حركة وكده ولا كده هتبخها. جاتكم مصيبة تاخدكم. ارحمني يا عدد العمدة. ارحم انت نفسك وجر. مكان غنيم فين؟ تلاتة بالله العظيم ما اعرف، ولو كنت اعرف كنت قلت. طيب وما تعرفش مكان نجدي فين؟ لا عارف. كويس. فين يا مرتضى؟ في مصر. ايوه ايوه، فدي حتة في مصر. هدي ما اعرفهاش. الواد ده بالقوي عجلة بالعمدة. سيبني عليه وانا اجيب لك خبره. غطوني يا ناس، طول عمري في حالي، لو كنت اعرف كنت قلت لكم. طيب امال كنت ماشي في الغيط لوحدك في عز الليل ليه؟ كنت بشم هوا حضرة العمدة. هي جريمة ان اشم هوا؟ لا طبعا مش جريمة. لكن ممكن أني بقى أرتكب جريمة دلوقتي. خلوه يجر. أنا نفسي أعرف مين فيكم عنتر ومين فيكم شاطر. أنا شاطر. صح؟ أنت شاطر؟ وأنا عنتر يا باشا. طب فهموني بقى إيه اللي جرالكم؟ كنتوا عايزين تختصروا المسافة والسكة قمتوا عديتوا من تحت قطر ماشي؟ ما تاخدش في بالك يا زنتي بيه، احنا واخدين على كده. امال عاملين اللي فيها فتوات وارباب سوابق وسجون وبيخوفوا بيكم العيال، على ايه؟ يا باشا يا باشا الكتر تغلب الشجاعه يا باشا، وبعد الناس اللي كنا بنتكلم معاهم دول يا باشا يعني وعمالين ناخد ندي معاهم في الكلام، الكلام سخن مره واحده يا باشا، وقعدوا قعدوا صح على شطأ. صح على المعطل. خدونا على اخوانا. انهي اخوانا؟ ناس مفيش في قلوبها رعب خالص. خلاص خلاص خلاص، انتوا هتعملوها مناحه ولا ايه؟ خلصوني. عملتوا ايه في الموضوع اللي كلفتكم بيه؟ وصلتوا لايه؟ موضوع يا باشا. موضوع يا باشا؟ يا باشا نحمد ربنا ان احنا فاكرين اسامينا. موضوع الممرضه. ايوه ايوه موضوع الممرضه يا باشا. لولا موضوع الممرضه ده ما كانش جرالنا اللي جرالنا. هي اللي عملت فيكوا كده؟ هي يا بيه وقبيلتها كلها وجوزها يا باشا وعيالها وولاد عيالها وجيرانها وجيران جيرانها وكل السكان اللي حواليهم يا باشا. يا بيه ده بقى يحسبوا الناس اللي في الشارع عشان يضربونا. انا مش قادر افهم، امال سموكم فتوات على ايه؟ يعني زي ما رحتم زي ما جيتم؟ لا 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 يا باشا، احنا عرفنا الحرق كل حاجه. عرفتوا ايه؟ ما تتكلموا انطقوا. المشكله نفتكر هي قالت لنا ايه. قومي هادي انت اهو، قوموا اطلعوا بره بسرعه لحسن قسما عظما. احطكم في عربيتي واسلمكم لاول قسم شرطه. احنا افتكرنا يا باشا، افتكرنا كل حاجه. ها اتكلموا انطقوا. قالت لنا باشا زي ما سعادتك قلت بالظبط ان عجيب ابن اخو سعادتك ليه توأم. وقالت لكم انه عايش ولا مات زي ما قالت في التحقيق؟ شوف يا باشا البجاحه ان هي قالت لنا ان هي كانت مزنوقه في فلوس وعايزه فلوس، قامت واخده التوأم وبيعها. يا سلام قالت كده عين عينك. ودي مهمها زنتي بيه. وقالت لكم بعت التوأم لمين؟
كانت بخير يا سعاده البيه، جت لحد هنا وسكتت. وما سالتهاش ليه؟ حصل يا سعاده الباشا حصل، وديك زي ما انت شايف النتيجه اللي احنا فيها اهو. ها وبعدين؟ بس برضو احنا قعدنا بالمحايله شويه وبالمسايسه وبالعين الحمراء شويه وفتولتنا شويه، قالت لنا عشان تقول لنا مكان التوأم عايزه 10,000 جنيه. نعم يا اخو انت، وهو كم؟ 10,000 جنيه. شوما يا نجدي؟ ازاي 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 تيجي عندي ولا تشرب شاي؟ كل مره تقول مستعجل ولا مره تونست معاي. اقعد انت بني ادم. مساء الخير يا سعاده البيه، امرني. خد الشنطه دي دخلها العربيه. حاضر يا بيه. تفضل يا سعاده البيه، تفضل. قتلتهم تنين؟ التنين يا سفاح بيه، قضيت نفسك في 60 داهية. وبعدين معاك انت يا ولد انت؟ الله، انا كنت جنبهم ولا لمستهم ولا انت؟ انت مش على يدك كنت واقف؟ الله، انا يا دوبك خدت الشومه من ايدك وماسكها كده اهو. طب وسكتين زي ما انت شايف؟ لا لا لا، انت هتدخلني في الموضوع ده ليه؟ انا ماليش صالح بالموال ده. انا لا شفت ولا سمعت ولا اعرفك ولا اعرفهم. ده موال فيه بليس ونيابه، بعد كده اوراقك هتتحول على المفتي ان شاء الله، يعني فيها اعدام. انا مش فاضل الكلام ده عقل. يا واد انت متخلف، انا ناقصك انت كمان ما تشوف لك طريقه معاهم تفوقهم. افوقهم؟ افوقهم كيف دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الجسم قديه ويده قديه، ده ميت بقاله يومين، ده بطنه اتنفخت كيف؟ خاش ما يفتح ما يقفل. لا دول قاطعين النفس، يعني ما فيش حاجة تجدي معاهم غير انك تترحم عليهم. اقول لك حاجة، قول ان بنتك معتزة هي اللي قتلتهم وانا عايشهد معاك. غور نوش، غور غور البلد. عنتر شطة، عنتر شطة، شنطة عنتر، قوموا فوق فوق، الله يخرب بيوتكم. عامل فيهم ايه دول علشان افوقهم؟ ما فيش غير كولونيا 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 كولونيا. بابا يا بابا، يلا انا جاهزه، يلا عشان ما اتاخرش على حفله عجيب. سيداتي يا نساتي سادتي، الليلة سوف تشهدون مولد موسيقار عبقري. هذا الموسيقار هو عجيب الزناتي. عجيب الزناتي أيها السادة طفرة موسيقية سوف تتحدث عنها الأجيال كما تحدثت من قبل عن شوبان وبيتهوفن. أيها السادة، أتمنى لكم قضاء سهرة ممتعة مع الحان الموسيقار عجيب الزناتي. كله تمام يا أستاذ عجيب؟ طبعا ما فيش احسن من كده. شد حيلك الليله، ليلتك يا بطل، كلها ساعه وكل الكراسي دي تتملي بالجمهور. الله ينور عليك يا استاذ انور. اذا عوزت اي حاجه انا في مكتبي. متشكر قوي. العفو. اصحى يا عم، اصحى يا عم من نجلاه، فوقه بقى فوقه. انت عملت فيهم ايه يا بابا؟ وانا جيت ناحيتهم. امال مين اللي دشدشوا بكتير؟ وانا شرفنا انا. طب مين دول وايه اللي ملخبط خلقتهم كده؟ دول مصيبتين اتلقحوا عليا الزمن، لقحوا في سكتي، بيشتغلوا عندي في الشركه. ميه صوت ميه. الحمد لله الحمد لله. ميه. افتح خشمك. افتح خشمك. اشرب اشرب. ادي نفهم بس.
حد جه ناحيتكم ولا مد ايده عليكم علشان يحصل لكم كده؟ انا جيت جنبكم. يا بيه يا بيه، فاكرين كنت هتضربنا؟ انا مش فاهم ايه حكايه الضرب في المدعوقه الفيلا دي. ما تلم لسانك يا جدعان. الناس التهانم التنين دول مش هيطلع عليهم النهار لو فوتناهم كده، لازم يروح للزباله. اوديهم للزباله يا سعاده البيه. او النبي بيه خليه يودينا للزباله، عشان انا عايز طبيب يشوفني. طبيب؟ وانا عايز دكتور يكشف على نافوخي، حاسس انه بيلق كده زي مراجع العيد. انا ناقصكم ولا فاضي الوجع الدماغ بتاعكم ده؟ سيبهم لنا سعاده البيه، دواهم عندي. اتنيل وخدهم، اتصرف فيهم. ومين منكم النبي بيه؟ بس خليه عشينا عشان انا من الضرب حاسس بها فتان. ربنا ما يرميك في دقيقة، ربنا ما يشمت فيك عدو ولا حبيب يا رب. وانا فاتح حسبيل ولا دار العجزة؟ خدهم عشيهم. ربنا يجعل دار المحسنين عمار يا رب. يا بابا يلا كده هنتأخر على الحفلة. بقول ايه يا سعاده البيه، توكل على الله انت وانا هتصرف معاه. ما بدهاش بقى، ابعت اجيب لهم بليطه. انور اشجان، ازيك يا اخويا؟ اهلا وسهلا. اهلا. اللي هو مطاوع سابقا. اهلا وسهلا، اتفضل. مطاوع اخويا انور اللي كلمتك عنه. اهلا يا استاذ انور. اهلا يا استاذ مطاوع. اهلا بيك يا استاذ انور. متهيالي نشرب القهوه الاول وبعد الحفله نقعد في اي مكان هادي نتكلم، ايه رايك؟ اوي اوي. طب وليه يا مطوع ما نقعد نحضر الحفله؟ مش انت بتقول انك بتحب المزيكا؟ اوي اوي. قهوتك ايه يا استاذ مطوع؟ اوي اوي. نعم، قصدي ساده دوبل. هو ماله كده تايه ومتدهول كده ليه؟ الله يكون في عونه. مش هيتجوز؟ يا ماما يلا خلاص، يعملي لك همه شويه. مالك متسربعين على ايه؟ عايزين نلحق نروح قبل الحفله ما تبتدي. يعني اختي هنروح نسمع عبد الحليم حافظ ولا عبد الوهاب؟ خلصينا يا ماما خلصينا. وابوكي؟ ابوكي اللي مش باين له اثر من ساعه الصبحيه، خرج ولا رجعش؟ مش كان لازم يجي معانا الحفله؟ يا ماما يعني هو صغير هتخافي عليه؟ ما هو عشان مش صغير خايفه عليه. ابوكي ابتدى يلعب بداله. ارحم يا جميل ارحم، مسير المستخبي يبان. جوزك نزل؟ اكيد سبقنا يا ماما. طريق السلامة ده هي اللي ترجعه. بس ياك قلبك ما يرقش عليه النهاردة لما تشوف الناس بتضربه بالكراسي وتكسرها على دماغه بعد الحفلة. ايه يا ماما؟ انما اقول لي يا نجدي يا اخويا، حساب الجوز دول عند مين؟ هكون عند مين يعني؟ عند سعادة البيه طبعا يا غبي. بس بقول لك ايه، اوعى تنسى عمولت يا بليطه، جايب لك راسين مليانين شغله. شوف بقى هتحصل عليهم بكام دول. حقك يا نجد يا اخويا حقك. انما عدم المؤاخذه، انتوا بتشتغلوا ايه؟ احنا لا مؤاخذه فتوات. لا ما هو باين هو باين فتوات. بقول لك فتوات لو بقولها بقلب قوي، قلب فتوات. بقول لك ايه يا نجد، ما يغرقش المنظر يا جدع. الفتوانة دي طول عمرها اخلاق وزوم. صعب يا شطر، صعب عليه معاه انت. وبعد علمك بقى انا فتوت وابدع فتوه في البلد كلها. صعب يا شطر، صعب عليه معاه انت. ابدع فتوه في البلد دي كلها. امال ايه اللي شرفتكم كتير؟ يا راجل ده ما فيش حته في راسكو سليمه. بقول لك كده طول عمري بقول لك خلي بالك، الفتوانة اخلاق. ايه صح، الفتوانة اخلاق، يعني تنضرب وما تضربش. يا سيدي يا بخت من بات مغلوب ولا بات شغال. وبعدين احنا بنراعي، عارف الاله دي ترشع، لو ضربت واحد بيها هجيبه واضيعه خالص. فبنراعي الحته دي. صح يا باشا؟ ده شاع معلم عنده ترشع. انما عدم المؤاخذه، الشغلانه دي بتكسب كتير. انا بسال بس. انا ليه عيال صبيان كتير دلوقتي بسم الله ما شاء الله بنين عمارات وبيلعبوا بالفلوس لعب. باه 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 باه، ودول يعني عم بيعملوا ايه بالظبط يا معلم عنتر؟ يعني يقدروا على حد، قصوا فرح، يجيبوا ميتم، يحطوا ايديهم على حته ارض، يرجعوا الحق لصاحبه، وحاجات كده يعني. وفي الاونه الاخيره طلع حاجه كده اسمها بودي جارد. في الاونه الاخيره طلع ايه الاخرنيه دي يا عنتر؟ يا نجدي بودي جارد يعني مثلا واحد راجل خايف على حياته ومستقبله، يقدر اتنين فتوات زي انا ومعايا مشاطه كده نحميه وما نخليش حد يقرب جنبي خالص.
والله تاهت ولقيتها نجدي. تقصدي يا نجدي اخويا؟ مالكش صالح انت بلطة، خليك في شغلك. اشرب الشاي يا معلم عنتر، اشرب الشاي يا معلم شطر. فلالية معاكو كلام كتير وكبير قوي قوي قوي. أعزائي المشاهدين، من أمام قاعة الفنون للموسيقى يسعدنا أن احنا نقدم لكم صاحب الموهبة الشابة اللي اتولد عملاق في عالم الموسيقى قبل دقائق أو قبل لحظات من الشادو بألحان جميلة من موسيقى الخاصة ومن أيضا الموسيقى العالمية. معنا الموسيقار الفنان عجيب الزناتي. الفنان عجيب الزناتي، أهلا بيك. أهلا بيك يا فن. ممكن أعرف إيه خطتك القادمة في إنتاجك الفني؟ في الحقيقة بخلاف الألحان الجديدة للفنانة الكبيرة وردة، أنا بستعد دلوقتي لإقامة أول معرض للوحات الفنية، وأتمنى إن شاء الله أنه يلاقي نجاح كويس. معرض للوحات الفنية، أفهم من كده أنك فنان متعدد المواهب؟ يعني بس للأسف حظي سيء. حظك سيء ليه؟ مش عارف، هي مش لاقي أي سبب. مش لاقي أي سبب؟ طبعا يعني احنا بنكتفي بهذه الاجابه، واعزائي المشاهدين ندعوكم الى الاستماع لموسيقى الفنان عجيب الزناتي. اللهم اني اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. في ايه مالك؟ عمال تتلوت ده ليه؟ شايف الستتين اللي قاعدين في اول صف؟ اه، دي مراتي ودي بنتي. يا ليلى مش فايده. لو ما اتكتبليش العمر واخرجت بترحمي عليا. تعالى هنا اقعد. انت عايز تعمل ايه؟ هتفضحنا وتخلي كل الناس تشوفك؟ طب وعمل ايه اشكال؟ اقعد استنى لغايه ما الحفله تخلص، وفي وسط الزحمه نخرج في وسط الناس ما حدش هيشوفنا. مش عارفه، تعالى شوف انت بنفسك. المدام بتتهمني انا في جوزها وبتقول ان انا كنت قاعده معاه. كان معاك يعني ايه؟ انت ما كانش معاكي غير الاستاذ مطاوع. قلتش حاجه انا، قلتش حاجه انا يا ناس. سيبوني عليها بقى. يا عمر يا عمر يا عمر، والله وقعت يا مطاوع. انا قلت الكلام ده قبل كده ومحدش صدقني. عشان صدقتيني ولا لا؟ انا كنت حاسه، قلبي كان حاسس بكل شيء. يا امي عشان خاطري ما حدش له دعوه بيا. كوثر، اوعى تجيب اسمي على لسانك. لسانك ما يخاطبش لساني من دلوقتي، لحسن اخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك يا بتاع اشكال. كوثر، انت فاهمه المساله غلط. لا يا مطوع، انا فاهمه المساله صح. روح لها يا اخويا، روح طمنها، روح اتجوزها، زمانها قلقان عليك. بس نفسي تقول لها رساله. كوثر بتقول لك اللي خدته القرعة تخدم الشعور. يلا يا حبيبي يا شيخ الشباب. ايه قرعة يا ماما دي؟ يا بنتي وطوا صوتكم شوية، هتفضحونا في العمارة. ممكن تقولي لابوك يطلقني؟ ممكن تهدي وتيجي معايا البيت؟ لا يا حبيبي، انا مش هاجي معاك البيت. خلاص انا قاعدة هنا مع بنتي لغاية ما كل واحد مننا يروح في حاله. يا شيخ الشباب. كوثر، انا هبتدي ازعل منك. اتفلق يا مطاوع. ليه مش عايزه تصدقي انه مفيش حاجه بيني وبينها؟ مصدقاك يا كذاب. ايش حل لما كنتش شفت ده كله بعيني؟ تهيؤات يا كوثر. الحقيني يا دنيا، ابوكي عايز يثبت عليا جناني. طيب يا مطاوع،
اما شوف مين اللي هيتجنن التاني، انا ولا انت؟ انا وراك والزمن طويل يا بتاع اشجان. ماما عاجبك ده؟ عاجبك انها هزقني وتفتحني قدام الناس وانا راجل محترم؟ ايوه بس بصراحه دي مش عامله تعملها يعني. الست قاعده قلقانه عليك طول النهار، يا ترى راح فين، يا ترى جه منين، وبعد كده تشوفك بعينيها الاثنين طالع لها كده انت واحده، يعني عايزها تعمل ايه؟ انت كمان هتقولي لي انت واحده؟ بلاش انا، بلاش انا تقول لي الكلام ده، لان احنا الاثنين شفناكم بعينينا وانتوا قاعدين جنب بعض، وشفناكم وانتوا بتقوموا مع بعض، وشفناكم لما دمكم هرب انتوا الاثنين مع بعض لما الراجل بتاع المسرح سالها عنك لم الدور. يعني انت كمان مش مصدقاني؟ ما هو يا بابا بصراحه صعب ان انا اصدقك او ماما تصدقك. ما هو طبعا انت بنت امك. لا انا بنت ابويا حبيبي. بس يعني يا بابا حبيبي خلينا نتكلم كاصحاب، لو في مشكله هنحلها مع بعض. حلوه اشجان. بس يا ترى بقى اتجوزتها ولا لسه؟ لسه. قصدي مفيش حاجه بيني وبينها، انتوا مش راضيين تصدقوني ليه؟ دنيا عجيب. ايه يا دنيا؟ عجيب عجيب عجيب، رد عليا عجيب. الحقيني يا ماما. ايه في ايه؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ ما كان كويس في الحفله. مش عارفه يا ماما ايه اللي حصل له، فتح باب المرسم ولقينا خارج علينا بالحاله دي. ده انا لازم اقوم دلوقتي. يا حبيبي هتقوم تروح فين بس؟ هروح الحفله يا دنيا، زمان الجمهور قاعد مستنينا عشان اعزف له. حفله ايه اللي بيتكلم عنها ده كمان؟ الله يجرح يا حماية، حفلتي اللي بقالي سنين مستنيها. قوموا يا اخوانا. يا حبيبي يا حبيبي اقعد استريح، احنا كلنا لسه راجعين من الحفله دلوقتي. الله انت جرالك ايه؟ الله انتوا اللي جرالكوا ايه يا دنيا؟ حفله ايه اللي بتتكلموا عليها؟ انا ما سبتش المرسم بتاعي من ساعه ما نزلته. نعم انت هتشتغل لنا في الازرق بقى من جديد؟ الظاهر شارب بقين من السين واسمه. عجيب بالعقل كده، انت ليه مش مصدقنا؟ انت كنت في الحفلة يا حبيبي وكل الناس كانت فرحانة بيك، وكنت بتعزف عزف جميل، وانا وبابا وماما وعمك وبنت عمك كنا هناك. يبقى عملها فيكم من تاني، مش انا اللي كنت في الحفلة، انا ما سبتش المرسم زي ما قلتلك. ايه ما سبتش المرسم؟ انت بتقول ايه؟ جسي قرطو يا بنتي، لا يكون سخن وبيخرف. انا لا سخن يا اخوانا ولا بخرف. أنا كل اللي حصل لي بعد ما لبست هدومي ونضبت نفسي عشان أروح الحفلة، دخلت المرسم لقيتني بدوخ بدوخ ورحت واقع في الأرض، ما فوقتش غير دلوقتي. بس صدقوني مش أنا اللي كنت في الحفلة. مش ممكن، مستحيل. وتريني بقول إيه اللي حصل ده؟ مش ممكن ينجح في حاجة أبدا. لا دي حكاية ما يتسكتش عليها، اندهوا البوليس. دارت الايام ترارارا، ولفت الايام ترارا. في حاجه تانية يا سعاده البيه؟ ما تتنقلش من مكانك لحد ما ابعت لك، فاهم؟ حاضر يا بيه. يا رب توب عليا من العماره دي وطلعني منها بعقلي. قلت محدش يلمس حاجه، محدش يتكلم، اللي اساله بس هو اللي يرد عليا. جرى ايه يا حضره الظابط؟ ارجوك يا سياده اللواء، دي قضيتي بقى وسيبني اتصرف فيها بطريقتي، والا هتشل، لازم اليها تفسير، ولا استقيل من خدمه؟ واظن ده ما يخلصكش. انا لسه ما دخلتش دنيا، عايز اتجوز واخلف واربي عيالي. تحب سيادتك اعمل لك كوبايه ليموناتا تروق دمك؟ مش هشرب حاجه. بلاش يا فندم، خلاص براحتك. قول لي بقى يا استاذ ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل بالظبط؟ ايوه اللي حصل بالظبط وبالتحديد الممل. بالتحديد الممل، انا لبست هدومي في الاول. الساعه كام؟ الساعه 7 بالظبط. وبعدين؟ وبعدين قعدت على البيانو الين صوابعي عشان الحفله. وبعدين؟ وبعدين لقيت الدنيا بتلف بيا وتخت. وبعدين؟ بس خلاص. يعني ايه بس خلاص؟ يعني يا فندم ما درتش بنفسي، وفي
فوق الساعة 12 لقيت نفسي مدروخ، بفتح الباب لقيت دنيا وحماية واقفين هنا، كانوا لسه راجعين من الحفلة. الكلام ده حصل يا جماعة؟ حصل. حصل. كذب. كذب. كلكم كذابين، كلكم كذابين. لا. أرجوك يا حضرة الزهرة. أرجوك أنت يا سيادة اللواء. أنا مش هكذب عناية. إيه مش هكذب نفسي. الساعة 7:30 بالظبط. أنا شايف الأستاذ. أنا فندم؟ أيوه أنت. وانسى بقى، أنا خلاص حطيتك في دماغي. وحكاية الشبيه دي مش هتخيل عليا. اللي أنت بتقوله ده معناه إن شبيهك ده دخل الشقة ويا إما ضربك على نفوخك يا إما خدرك. أيوه، لما خرج علينا من الأولى كان زي واخد مخدر أو بنك. يا حضرة الظابط أنا مش عاوزك توجع دماغك. لازم تعرف اللي كان بيعزف الحفلة دي مش ممكن يكون عجيب، لأن في فرق كبير بين عزف ده وعزف ده. وهو معقول الاثنين يبقى عندهم موهبة العزف؟ ممكن، بس لازم نعرف التاني ده جاي منين، أصله إيه وفصله إيه وعاش فين. أنت مش كنت واقف تراقب؟ شفت عجيب راجع البيت؟ لا. يبقى كلامك مش صح، لأن عجيب ما خرجش من البيت خالص. مستحيل مستحيل. أنا متأكد إن حكاية الشبيه والتوأم اللي انتوا بتتكلموا عنها دي مش موجودة غير في خيالكم انتوا وبس. ولا تقدروا تفهموني؟ إيش معنى كلكم شفتوا الشبيه أو التوأم وهو لا؟ إجابة السؤال ده حضرة الضابط مش هتتحدد إلا لو عرفنا هو غرضه إيه من اللي بيعمله ده كله. عجيب عنده حق يا حضرة الضابط، لأنه مش صعب أبداً على واحد خطط بالذكاء ده البلاوي دي كلها إنه يغلب في موضوع زي كده، إلا بقى إذا كان عجيب عمل كده من غير ما يدرى، وده اللي ما خطرش على بال حد. قصدك إيه؟ أفهم. عجيب. أيوة دنيا. ما تزعلش مني يا حبيبي، ممكن يعني يكون عندك مرض نفسي أو انفصام في الشخصية. مجنون يعني؟ حصلت يا دنيا؟ لا لا، ده كتير قوي يا اخوانا كتير، ده حرام عليك وحرام. عجيب. حرام والله العظيم. عجيب. حرام. حرام يا اخوانا حرام. استنى يا عجيب. عجيب عجيب استنى بس يا عجيب، اسمعني. يوه عجيب عجيب. ايه عايزه مني انت كمان؟ انت مش بتقول عليا مجنون؟ انت عارفه كويس قوي ان انا مش مجنون. اه يا حبيبي انا عارفه ان انت مش مجنون، بس ممكن تفهمني؟ انا فاهمكم كلكم وفاهمكم صح كمان. انتوا مش عايزين اكون غير بالشكل اللي انتوا شايفيني فيه، يا اما غبي يا فاشل يا مجنون، وانا لا غبي ولا فاشل ولا مجنون. ولا بلاش؟ مش الناجع والوشوش اللي فيها اللي تقطع الخميرة من البيت، الوشوش الكالحة هيفضل وراك وراك. راجعه راجعه. ايوه راجعه راجعه. امال يعني هنفضل قاعدين هنا؟ اقول لك ايه ليه لا نقعد هنا؟
نبعت لابوي العمده يبعت لنا الزاد والزواد والمصاريف ونقعد هنا بحجه اننا بندور على نجدي. طب ويعني بعد عمر طويل يعني لا قدر الله لا قدر الله انا مش بفول على ابوك العمده، لكن لما ابوك العمده يموت هينصيب الناجع من غير عموديه؟ يا سيدي ما تشغلش بالك، ساعتها ندلل الناجع ندفنه وتقعد انت عمده مكانه وانا اتدلى على مصر، اقعد هنا وادور على نجدي. ايه بس بالطريقه اللي احنا بندور بيها على نجدي دي لا يمكن هنوصل، ده نجدي دي ممكن يموت موتة ربنا وبرضه ما نعرفش عنه حاجه. ونعمل لك ايه؟ ذنبنا ايه؟ كله من ورا ابوك، هو اللي نزلنا ندور عليه ونتبهدل ونتشحطط لا نعرف عنوانه ونعرف هو كان من فين. ما هو من غباوتك يا هتقول ايه؟ بهزر معاك بهزر معاك، نزل يدك، وفي حد ينزل مصر برضه من غير علوان. هقول لك ايه يا خلف، هتعملش فيها معروف وتدلل الناجع وتقول لابوي ان انا تهت منك وسيبنا عيش في مصر هنا على طول؟ ايه طب يعني افرض يعني بعدني ما اموت يعني بعد عمر طويل، يعني بعد عمر طويل مين هيبقى العمده؟ هتفتكر يا خلف اخوي بعد موت بوي وبعد موتك هيهمني نجع والعموديه؟ ها ها طب يلا يلا في الزقوم فز على فين؟ في الزقوم، خلينا نروح نشرب حاجه، خلينا نعدل الطاسه ونفكر هنعمل ايه في الحلوه اللي احنا فيها دي. قوم يلا قوم فز يلا. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. احنا هنقعد نحب في بعض ولا ايه؟ ايه ده؟ امال انت بعتلي ليه يا حبيبتي؟ ما بحبش كلمه حبيبتي وكلام المراهقين التافه ده. امرك يا حبيبتي ثروت. خلاص خلاص انا اسف، واموريني. فتحت مامتك في الموضوع اللي اتكلمنا فيه؟ فتحتها. ها وقالت لك ايه؟ هي في الاول زرجنت شويه لكن لما لقيتني مصمم وعرفت قد ايه انا متعلق بيكي وافقت. وامتى التنفيذ؟ قبل الفرح وكتب الكتاب هنفذ لك كل طلباتك. ثروت انا مش طالبه كتير، دي يدوب شقه على النيل وعربيه وفيلا في الساحل الشمالي، ده غير طبعا شبكتي اللي انا هنقيها بنفسي. طبعا طبعا اظن ده حقي. طبعا طبعا. بالمناسبه انت عندك حساب في البنك؟ الحساب باسم ماما بس كل اللي بعوزه بتديهولي. لا يا حبيبي، معتزه زناتي مش تحت رحمه حد ابدا، انت تفتح لنفسك حساب في البنك وليا انا كمان. هي مامتك عندها كام سنه؟ يعني قربت، يعني ما سبقش وايد قوي دخلت المستشفى كده يعني. السنه اللي فاتت اشتكت من قلبها جالها الضغط. هايل. ها مش فاهم. لا ما تشغلش بالك، ده انا بطمن عليك. بحسب يعني. القهوة. يلا بورجو قهوة كهان. قهوة ساعتين. اخلص انت يا حيوان. انت يا حيوان. حيوان؟ انت بتقول حيوان يا كابتن؟ حيوان وغبي كمان. تشتمني يا مثبت العقل والدين، تطيح فيها رقابتي، تطيح فيها رقابتي. حيواني معتزه اتجننت يا جدع انت. حط لسانك جوا خشمك. انت اتجننت رسمي يا بابا. بابا ليه وانا هغلط فيك؟ اتشقت على راحت. اني العمده؟ مين بيتكلم؟ انا ولدك الكبير يا ابوي، بكلمك من مصر، مشتاق قوي يا ابوي. كيف صحتك وكيف حال النجع واهل النجع وكيف حال مرتي؟ مرتك توك فاكر انك متجوز يا مجاهد؟ نجدي ما انا بكلمك مخصوص يا ابوي عشان كده. يا ابوي مش لاقيينا، هنطخوا كيف؟ هقول لك يا ابوي مش لاقيينا. هقول له مش لاقيينا، هيقول لي لازم ولا بده نطخه ونجيب اجل. تيجي كيف دي يا خال؟ تطخوا مين؟ يمين بالله ما حتنفع عمدة. اسمعني مليح بقى، أنا عرفت عنوانه وأنا قاعد هنا، شفت بقى الفرق؟ أنا حملهولك تروح أنت وأخوه تطخوه وترجعوا على النجع طوالي. إيه؟ أكدي خلاص يا بوي، خبلت العنوان. اطمن يا بوي، الليله هنجيب اجله وتاخد العزا في حماره يا بوي. اطمن خوي بخير وجرفني جاو جاو في عيش يا بوي. جدالك يا بوي، احنا قاعدين في مجزر آلي ولا ايه؟ كل ما يزعلك في شقه تقول طخه. خلاص يا بوي خلاص،
مع السلامه يا ابوي. مع السلامه. خير؟ بوك اعطانا عنوان نجدي. يا نهار مش فايت. وبعدين ما بدهاش، لازم ولا بد نطب عليها ونطخها ونلحق قطر الليل ونعود على النجح. متشكر يا خال. انا المعالي نور احيانا، والذي يحمل اللي هم عايزينه في الحارة، واللي مش عاجبه يشرب بالبحر. وانا المعلم حالف اللي رشبني بالميه ارشه بالدم. احلى ما في خيلك اركابه، والراجل فيك يوروني نفسه. سلها عافيه ولا؟ نعم يابا. اجري بلغ المطافي والاسعاف، قول لهم اجهزوا، وانت راجع فوت على الحنود. واذا سالنا قول له يابا. قول لابويا خلص على المعلم حنفي ورجالته النهارده. جرايه يا معلمين، انت هتعيدوا اللي فات تاني؟ انتوا كبرتوا على الحاجات دي. امرك يا ست لواحظ. يلا يا معلم غزال. دي حته تجيبوني فيها يا غجر. ما هي دي المعلمه لواحظ يا زناتي بيه. استرها معانا يا كريم. طب بس اكتب لي عمر واطلع من الحته دي، وانا هوريكوا شغلكم. يا اهلا بسعاده البي. يا اهلا، اتفضل. اهلا وسهلا يا سعاده البي. يا اهلا، اتفضل يا سعاده البي. اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل يا سعاده البي. اتفضلوا. اتفضل يا سعاده البي. ماشيه معاك حلاوه يا نجدي يا اخويا. البطحه دي ما تطلبش فيها اقل من 50 جنيه من زناتي بيه طبعا. اي بطحه ولا اي بطحه. مبخت مبخت. طبعا صفيلك يوماتي يجي 20-30 جنيه غير مرتبك واكلك وشربك ونومتك. كانت نيله في حظنا الهباب. حظك انت الهباب. طب بقول لك ايه يا ابو الاطعد عمي، ايه رايك تاجي تشتغل مكاني هنا وانا راح اشتغل مكانك؟ ياكسي تكون مفكر ان الطب حاجه سهله، وان اللي انا بعمله معاك ده ممكن اي واحد يعمله. دي شغلانه يا حبيبي، خبره. اكسبيربس. اكسي اكسبيربس. بربس. ماشي ماشي. طب ايه رايك بقى ان لولايا انا كان زمان دمك الصفة من كتر الرزع اللي فيه، وكان زمانهم حاطين قصاد اسمك كلمه مرحوم. همنا يا بلط، همنا يا ولد عمي. احسن يمين بالله، انا ما عدت طايق الدنيا ولا طايقك ولا طايق نفسي. ما انت اللي ساكت على اللي بيجرى لك. لو كان بكيفي ولا بمزاجي غصب عني. هل على راي المثل والله ما عدت لاقي مثل ينطبق على حالي يا بليطه. ليه يا نجدي يا اخويا؟ مش هتلاقي لقمتك. اللقمه بتتلاقى، محدش بيبات من غير عشاء. المشكله ان انا لو خرجت من هنا مش هلاقي روحي، مش هلاقي روحي. وانا كنت مستحمل السماويه بنت زناتي دي من شويه. انما قول يا نجدي يا اخويا، هي بتعمل معاك كده ليه؟ هي ما بتعملش. الفقر، الفقر والحاجه هم السبب اللي انا فيه ده. بالك يا بلطه ادخالي لو معايا قرشين كنت هجيت من بلاد الله لخلق الله. تنين تنين نفسي اخد بتاري منيهم. تنين بنت زناتي وعمدتنا. ولسه يا دنيا